البعض يعتقدون مخطئين أن الحسد لدى الحاسدين مرتبط بالماديات أو الشكل أو المكانة أو النجاح أو القوة والهيبة. للأسف هناك أشخاص إن شاهدوك سعيداً حسدوك، إن شعروا أنك مرتاح البال صاحب زوجة صالحة وعيال حتى لو بدون مال لن يتركوا لك شيئاً إلا وحسدوه. الحسد أغبى الرذائل، لأنه لا يعود على صاحبه بأي شيء سوى متعة رؤية القهر في عيون من حسده، ويا لها من متعة كريهة قبيحة مذمومة. عندما لا تقدر ما بين يديك، هذا ما سيحدث لك يوما ما. يوما ما ستعود باحثا عن ذلك الشخص الذي كان مستعدا أن يقاتل العالم لأجلك وأن يحرق أصابعه العشرة من أجل أن يرى نور ابتسامتك، ولكنك لن تجده أبدا، لأنك أضعته من أجل من أطفأ نور روحك وطيف ابتسامتك. لهذا عدت باحثا عنه. وقتها لن ينفع الندم، لأنك تركت من يحبك من أجل من تحبه، فخسرت هذا وألمك ذاك. قدروا ما بين أيديكم ولا تنظروا لما بين أيدي الآخرين حتى لا تندموا في يوم ما. قدروا ما بين أيديكم ولا تنظروا لما بين أيدي الآخرين حتى لا تندموا في يوم ما. حكمة اليوم: أخطاء الحياة لا ينبغي أن نصححها على حساب الأبرياء اللي ما ارتكبوها. يعني إذا أنت تزعلت مع شخص، أهله، أولاده، بلده، أصحابه ما لهم علاقة بزعلك منه، لا تعمم الكراهية، لا تحاول تنتقم من حد قريب من اللي أذاك. يعني أب أذاك، مالك بابنه، مالك بأخته، مالك بجاره، لأنه أنت وقتها بتكون أبشع من اللي أذاك، لأنه لما تعمل بنفس الفعل حتكون ما تختلف أبداً عن الشخص اللي أذاك وكنت تحس أنه هو إنسان بشع. لا تكونوا بشعين، كونوا ناس طيبين، تسامحوا. نحن الآن في نهاية عام التسامح، وإن شاء الله بيضل على طول التسامح، لأنه التسامح صفة الأقوياء وليس صفة الضعفاء. كلمتي الأخيرة: أول خطوة لتحقيق شيء أو إنجاز إنك تقول نعم أنا أستطيع. إذا ما آمنت إنك فيك تستطيع، ما فيك تعمل ولا شيء. ردت معي: نعم أنا أستطيع ويجب أن أستطيع إسعاد نفسي، تحقيق ذاتي. نعم أنا أستطيع أن أتجاوز ظروفي، أحباطي، فشلي، أعدائي اللي بيكدون لي إذا موجودين. نعم أنا أستطيع منافسة الآخرين بشرف مش من تحت الطاولات، والتفوق على نفسي قبل ما أتفوق عليهم. نعم أنا أستطيع أن أكون بصمة وبسمة في هذا العالم اللي لا يعترف إلا بالقوي، المتميز، صاحب الفكر، صاحب الرؤية، صاحب الأهداف الواضحة والمكانة والمال. نعم أنا أستطيع، وبإذن الله سأكون ما أريد. لماذا؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه الحياة للأسف أنا شخصياً صدمتني بأشخاص أنا شخصياً قدمت لهم كل خير وقفت معهم، بس ما شفت منهم إلا جحود ونكران وحسد وعداوة. سألت حالي ليه؟ شو السبب؟ هل فعلاً إذا أكرمت لك اللئيمة تمرد؟ لكن تبين أن القصة مش لؤم وكرم، القصة في ناس ولدت وهي عندها الطباع لا بينفع معهم لا ود ولا احترام ولا مساعدة، لأنهم بكل بساطة وأسف لهالكلمة مرضى. نعم مرضى بيستحقوا الشفقة ولا بيستحقوا سوى التجاهل والدعاء أنه الله يشفيهم ويبعد عداهم عنا. لكن ضلك أعمل الخير مهما واجهت من نكران، لأنك عم تعمل الخير لوجه الله.
علموا أولادكم وعلموا أنفسكم أيضاً أن الأشياء بقيمتها وأهميتها وليس بثمنها. علموهم أن الصحة أهم من المال، وأن المال مهم ولكنه وسيلة لغاية وهي العيش الكريم، ولكنه ليس منتهى الحياة. علموهم وتعلموا أن المال يمكن أن يشتري المرافقين والمنافقين، ولكن ليس الأصدقاء المخلصين. يمكن أن يشتري قصراً ولكن ليس بيتاً. يمكن أن يشتري قطعة أرض وجنسية، ولكن لا يمكن أن يشتري وطناً. يمكن أن يشتري ذهباً ولكن ليس حبيباً. علموا أولادكم وعلموا أنفسكم أن تبحثوا عن القيمة وليس عن الثمن. علموهم وتعلموا أن المال هو أدنى درجات الرزق، وأنه فقير جداً من لا يملك غير المال ليتباهى به. في ناس بتقول بالحب لا في كبرياء ولا كرامة، وفي ناس بتقول لا، الكرامة أساس الحياة. القصة وجهات نظر، والقصة الأهم هي قصة بشر مختلفين، قصة مدى حبك لهالشخص، قديش أنت قادر تتغاضى وتتنازل وتتحمل وتصبر، قديش مالك شايف عيوبه ولا شايف غيره أساسا. لهيك كل النصايح اللي ممكن تسمعها راح تفوت من هالإذن وتطلع من هالإذن. وفي ناس بتحس إنه الدنيا موقفة عند شخص واحد بس، هدول الناس لو هالشخص غدر فيهم راح تسود الدنيا بعيونهم وأكيد راح ينهاروا. وقتها لازم توقفوا معهم، مش تشمتوا فيهم وتقولوا ها خبرناكم وما رديتوا. وقتها يا جماعة الاحتواء هو الشيء اللي بيحتاجوه، مش النصح والكلام والقرقر. الاحتواء هو الشيء اللي بيحتاجوه، مش النصح والكلام والقرقر. ما بعرف، بس بتمنى أن يكون غلطان. عم حس إنه كل ما زاد اهتمامنا بالآخرين منلاقيهم تغير أو تعودوا أو حتى علينا بيتكبر، وكل ما زاد الاهتمام زاد التغير. وأحياناً نعطي الاهتمام والقيمة لناس ما بيستحقوا، ولما ننصدم منصير وقت بحيرة. نهتم أم ما نهتم؟ نخاف ونقلق ولا نتعامل عادي؟ نعطي أم نوقف؟ ما بعرف، بحس هالدنيا أحياناً مش مفهومة، أو نحن اللي معقدينها. بس اللي بعرفه إنه في ناس مهما صار معها بتضل تهتم وتعطي وتضحي، لأنها هي هيك، الله خلقها هيك، وصعب كتير تتغير مهما أكلت من هالدنيا وناسها كفوف. وصدقوني أنا واحد منهم. أتعبتني الحياة مراراً وتكراراً، كسرتني بعض المواقف، حطمتني بعض الظروف، وألحق بي بعض البشر الأذى والخراب. كم ظننت وقتها أن مرارة الأيام لن تمضي، ومضت. وفي كل مرة كان الله يقويني ويبنيني من جديد، وكأنني لم أتعب يوماً وأعود قوياً صلباً مثل الحديد. ما كان هذا ليحدث لو لم أؤمن أنني ما خلقت إلا لأكون قوياً عنيداً، لا أستسلم أبداً مهما بدت حياتي عن طريق الأمل تحي. لو لم أؤمن أنني ما خلقت إلا لأكون قوياً عنيداً، لا أستسلم أبداً مهما بدت حياتي عن طريق الأمل. النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد.